هذا هو مسجد الشهداء في مدينة دير الزور. هذه القنعة الحصينة التي كانت تخرج الأبطال من حفظات كتاب الله. هذا المسجد كان منارة من منارات العلم في مدينة دير الزور، حيث تخرج من هذا المسجد عشرات العشرات العشرات من حفظات كتاب الله. شاهدوا ماذا حل في هذا المسجد. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا هو مسجد الشهداء المدمر. أناشد جميع العلماء الذين كانوا في هذا المسجد وفي غيره من المساجد، من مساجد دير الزور، أن يعودوا، عودوا إلى مدينة دير الزور وشاركوا إخوانكم الزحف إلى العدو الأسدي، هذا العدو المدعوم بالمجوسية النجسة الحاقدة على أهل السنة في مدينة دير الزور وفي سوريا عامة. أناشد جميع مشايخ دير الزور وأقول عودوا إلى هذه المدينة وخوضوا معركة التحرير مع إخوانكم المجاهدين، كونوا في الصف الأول لكي يقتدوا بكم المجاهدون الأبطال الأشاوس في هذه المدينة، لنرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. حسبنا الله وهو